أسعد الله مساكم كل خير أعزائنا المشاهدين في كل مكان في كل زمان. أرحب يا قبلة قلبي، أرحب يا من وصلني هذه النجاحات بعد الله. أنت الجمهور القوي، أنت من تدعم الشباب، وأنت من توقف مع المتسابقين. أنا سعيد جدا 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 أني وصلت إلى جزء من نجاحاتي. أنا سعيد، اللهم لك الحمد، وسعيد بلقاء سعود بن تركي العتيبي مدير القناة، قناة بداية. مرحبا ألف يا أبو عبد الله. الله يحييك يا مساعد، أحييك وأحيي السادة المشاهدين، وكذلك أحيي نجوم نسخة زد رصيدك 9. الله يسلمكم ويعافيكم يا رب. سعيد جدا بهذه الاستضافة، سعيد جدا بإني أكون معك اليوم يا مساعد. طلبتني كذا مرة خلف الكواليس واتصلت، فما كان مني إلا إجابة هذه الدعوة، مش لمساعد فقط بل لأجل خاطر هذه النسخة اللي قدرها جدا وحبها جدا، واتمنى لهم التوفيق. الله يبيض وجهك ويجمل حالك أبو عبد الله، أنت تسعى معنا وتسعى مع المتسابقين جميعا، الله يبيض وجهك ويجمل حالك. الله يسلمك. أنا سعيد جدا والله يا أبو عبد الله بوجودك بلقائي معك، وهذا يطول عمر السلامة بحد ذاته نجاح لمساعد عبد العزيز، بتذكرها مهما كان. تكون مسيرتي الإعلامية، انطلاق مسيرتي الإعلامية بوجودك يا أبو عبد الله. انطلاقة مساعد كانت قبل 50 يوم في ماراثون. لا تربط نجاحك أو مسيرتك بوجود شخص أو استضافة، أنت إن شاء الله ناجح. متى ما حطيت لك خط أو خلنا نقول حد معين للنجاح لن تصل مساعد. أنا متفائل جدا بك وبزملائك، وإن شاء الله راح توصلون. جعلك تسلم أبو عبد الله. أبو عبد الله، في محاور أنا كتبتها يا طول عمر السلامة نبغى أن نتناقش معك. هذا اللقاء كان يا طول عمر السلامة طلبتك اللقاء أنها تكون تكملة من أجزاء شيختي، فأبغى أتكلم يا طول عمر السلامة، تحدثنا عن نفسك، كيف كانت طفولتك أبو عبد الله وفين نشأت؟ أنا والله كنت سعيد يوم دخلت الغرف قبل شوية نمار عشان لوكيشن وشفتك تكتب الأسئلة. شعور جميل أنك ترى نجاحات، ما بقول أنت السبب الرئيسي فيها لكنك ساهمت في وصولها ونجاحها. الرغبة والدافعية للنجاح اللي عندكم راح توصلونها. متى ما وضع الإنسان له دائرة كبيرة جدا للنجاح راح يحققها، فلا تصغرون دائما دوائركم، وسعوها وراح توصلون إن شاء الله. أما الطفولة يعني أنا من مواليد مدينة تربة، تربة القوم، أنا خوالي بقوم. نعم نعم، صفقة يا شباب. طبعا خوالي مش حسين لعبان، لا، ما بيننا وبينهم مشاكل كثير، ف خوالي هم الموركه من البقوم. ونعم، اللي منهم سلطان الحميلي. ونعم، وبارك السلطان زواجه بكره، اتمنى لها التوفيق، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبني بيته الاعلامي الجميل المميز سلطان الحميلي، ويعذرنا والله عن الحضور. انا والله كنت حريص جدا اني احضر مناسبه سلطان، لانه من خوالي القريبين سلطان. نعم، ويمكن بيتهم جنب بيتنا، وبحكي لكم عن جمال هذيك البيوت والمزارع اللي احنا فيها. لكن ارتباطات الكبيرة جدا في القناة هي من تمنعنا عن حضور سلطان. اتمنى له، هو الجمعة صح؟ لا، مش الخميس، زواجه الجمعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق يا سلطان. انا ولدت في قرية صغيرة اسمها الحيرية. هذه القرية كان بيتنا في وسط مزرعة، كانت عبارة عن مزارع، في كل مزرعة بيت نسكنه، يعني سلام. يكون البيت في طرف المزرعة، كنا نسميها البلاد. سلام. يعني أنا قبل أمس جيت في مكان هنا قريب في العمارية، استرجعت جزء كبير من ذكرياتي الحلوة في المزارع. فكان يزرعون النخل، برسيم، تربة، سميت تربة لجودة تربتها لأنها أرض زراعية من الدرجة الأولى. نعم. فحنا كان عندنا مزرعة البلاد فيها انواع خيرات الله سبحانه وتعالى، من الله يبيض وجهك يا حاتم، الله يجزاك خير، من النخل، التمر بانواعه، تتميز تربه بالصفري، السري، كذلك اليوسف، التين. اقول لك احنا في جنه من جنات الله سبحانه وتعالى في ارضه. فكانت عباره، يعني انا مولود في جنه، في مزرعه، في ضيعه، يعني احنا كنا نسميها ضيعه، كنا نسميها ضيعه، ولا من وين نسميها بلا. فاحنا انا مولود في ضيعه، يعني اقوم الصبح على اصوات عصافير، على معزه، غنم، ابل. حياه سعيده، حياه وصدق، يعني اشبه بالحياه. شفت هايدي؟ احنا كنا زي هايدي وسطنا في وسط مزارعنا. طبعا ولدت، كان ابوي وقتها منفصل عن والدتي اول ما ولدت، توفت امي وانا صغير تقريبا عمري 6 سنوات. الله يرحمها. الله يرحمها يا كلها. انا مؤمن بان هي رساله انا دائما احطها، اليتم هو من يصنع القاده، الحاجة هي من تصنع القادة. الإحساس بالمسؤولية حتى من كنت صغير،
إحساس الفقد يعلم الإنسان، يصنع في الإنسان القدرة على النجاح والرغبة والطموح، لأنه يبغى يثبت ذاته أمام الناس. وهذه رسالة لكم، لكم أنتم ولعيالكم. أنا دائم حريص على عيالي أني ما أعطيهم كل شيء يبغونه من واقع تجربة، لأني أنا لو حصلت كل شيء أبغاه ما صار عندي هدف في الحياة ولا طموح. فهذا الفقدان وأنا صغير، فقدان والدتي الله يرحمها ويغفر لها يا رب، يمكن حتى ما أتذكر ملامحها، لكن هذا الفقدان أعطاني من الشجاعة والقدرة على النجاح والوصول لأي شيء أبغاه. اللي أبغاه أنا أوصله بدون مساعدة أحد. والله يا شباب بعيد عن التصفيق، تكفون عشان ما أحس. الله يسعدك يا رب، الله يسعدك، الله يسعدكم. أنا والله أقولها صادق، الوصول للنجاح بدون مساعدة أي شخص هو اللي صنع شخصيتي وكوني. وأنا أرى أن اليوتيوب هو سبب من أسباب هذا الشيء اللي جاني أو تولد في داخلي. وأنا أقول لعلها لما كنت أتفكر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فقد لوالدته وكأنه يعطي رسالة أنك يا محمد اعتمد على نفسك، بعد كذا توفي والده، فصنع عندها الطموح والرغبة للنجاح والوصول والصبر. فهذا أنا أقول جزء من طفولتي، أني كنت أتحدى ذاتي دائما، كنت متفوق في دراستي بشكل كبير، كان هذا التحدي نابع أنه عندي أقران يمكن كنت أشوفهم أهلهم يساعدونهم ويشجعونهم ويهتمون فيهم، أنا يمكن يمر علي يوم من الأيام ما حد يهتم أنا مرتفع حرارتي ولا لا، معي فسحة ولا لا، لكن في الأخير هي تفاصيل صغيرة يشوفها اليتيم اللي يفقد أمه، ترى يطالع في تفاصيل يمكن ما نشوفها حنا. صحيح، يمكن صح في أبوي ما قصر الله يرحمه في عمتي، لكن يا جماعة الخير ترى اليتم الإنسان إذا فقد يركز في تفاصيل ما نشوفها اللي حوله، ما يركز فيها، ما يشوفها كثير اللي حوله، لكن هو يطالع بجزئيات، يعني أحيانا صعب وصفها الآن، لكن أنا بأخذ الأمور الإيجابية بترك السلبية. الإيجابية صنعت في سعود رغبة الوصول والنجاح والتحدي، وإني إذا بغيت شيء أوصله. والله كفو يا أبو، والحمد لله. والله كفو يا أبو عبد الله، ما بغيت شيء إلا وصلته، ولا تمنيت شيء إلا حققته، ولا مسكت شيء إلا ورفعته بحمد الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله تبارك الله يا أبو عبد الله. أنت مسيرتك من طفولتك إلى ذا الحين والله أنا أتدرس أبقى. الله يرفع قدرك، والله أنا أتدرس. الله يجزاك خير. وبارك لأخوي سلطان الهميلي، والله يجعله بيت الصيب النصيب الحظ اللي ما يخيب. أبو عبد الله أنا أبغى أسألك عن دراستك، كيف كانت دراستك أبو عبد الله؟ دراستي طبعا قلت لك أنا متفوق، تخرجت من الثانوية كنت الأول على إدارة تعليم الطائف، كانت ذيك الأيام اختبارات وزارة مش مزح مثل نعم. الحين، فكنت الأول، دخلت قدرات خدت 98 أذكر، كنت عقلية فذة. فكان في حلم عند والدتي الله يرحمها، يعني أذكرها مثل الحلم، كانت هي كانت تراجع في الطائف لأن عندها مرض عضال، فكانت لازم تراجع في مستشفى أكبر في الطائف، فكان يعني كان في شيء ثبت في رأسي وثبتوه خواتي من أمي، أنه طبعاً أمسي عليهم بالخير خواتي بكميات نورة وهيا ومنيرة، صلى الله سبحانه وتعالى يشفيها منيرة الله يحفظهم يخليهم لنا إيصال ويطول عمارهم. أنا يا أبو عبد الله أنا أحب الإنسان يعتزي بخواته، الإنسان ما يحتاج، الإنسان بدون أهله ترى ولا شيء في الحياة. فقول كان في حلم، يعني كانت تتمنى أن يكون دكتور وعالجها، كانت أيضا تتمنى أن يسوق ووديها للطائف، فهذا كان شيء في أذكره مثل الحلم. فتبلور عندي رغبتي وحلمي أني أدخل كلية الطب، كان حلم حقيقي، يعني حتى الدرجة اللي كنت أشوف نفسي دكتور وأنا صغير، كان هدف رئيسي عند سعود أني أصبح دكتور. هل وصلت لأبو عبد الله؟ دخلت كلية الطب في جامعة الملك سعود. ما شاء الله الحمد لله.